عندما تسأل حضرتك هل ذهب السيد الحلبوسي زعيما للتقدم أم زعيما لكل السنة؟ تمام. لا، ذهب السيد الحلبوسي زعيما للتقدم، ذهب لأن يتفاوض ويطرح ويضع النقاط مع السيد الصدر الذي لا يقبل التيار الصدري، الذي لا يقبل أن يتحاور مع القوى السياسية الأخرى كمكونات، ولذلك هو لا يريد، واضح جدا بين التيار الصدري لا يريد أن يفاوض مع الشيعة، مع السنة، مع الكرد، وإنما يفاوض مع أحزاب سياسية فائزة بالمشهد أو غير فائزة. نعم. وهذا أيضا اختلاف جديد في المشهد. في المرات السابقة، الدورات السابقة، كانوا يتفاوضون ويجلسون للاتفاق كشيعة، سنة، نعم، كرد، ومكونات أخرى كريمة. الآن لا، أكو حوار ما بين التيار الصدري والقوى السياسية كقوى سياسية. لذلك النتيجة التي نتوقعها ألا تكون بأن الشيعة يتفقون كلهم والسنة يتفقون كلهم والكرد يتفقون كلهم، لأنه إذا حصل اتفاق بالمجمل وبالإجماع هذا معناه أيضا حكومة توافقية. الحلبوسي يبحث عن رؤية لما طرحته تقدم وقادته في المرحلة الماضية وحققت به نجاحا على الإطار السياسي والإطار الخدمي في مناطقها، في محيطها. الآن احنا ما نتحدث عن محمد الحلبوسي رئيس البرلمان دا يتفاوض، لا، نتحدث عن زعيم سياسي في المشهد هو الرقم الثاني بعد التيار الصدري. استاذ زياد، وبالتالي استاذ نجم، استاذ هناك زياد، عملية تفاوض جديدة تضع النقاط على الحروف، ونحن الآن لا نتفاوض، أي القوى السياسية لا تتفاوض على المقاعد والمغانم والأسماء. استاذ زياد، هذه النقطة المهمة الثالثة اللي أذكر لك إياها. نعم نعم، خليني أتناقش، أنا لا أختلف معك ومع يعني طموحاتك، لكن الكرد قالوها علنا حتى نقول أنه مفهوم المكونات ما زال موجودا على ألسنتهم. قالوا لن نتفاوض مع طرف شيعي، تعالوا لنا موحدين. تقدم وازم قال لن نكون مع طرف شيعي على حساب طرف شيعي آخر، بمعنى هذا إعلان التعامل على أساس المكونات ترسخ. القاعدة الاستثناء أصبح قاعدة سيد زياد. لا، أنت ليه قلت كلام جميل، قلت أنه ما مدى يعلون أي شيء، ما كفت شيء، ونفس الديباجة ونفس الخبر ونفس الإعلام القديم يختلف. الآن يختلف، والدليل أنا أقول لحضرتك دخلنا في مرحلتين، مرحلة ما قبل تصديق المحكمة الاتحادية اللي كانت جس نبض وتصريحات عامة، الآن احنا في مرحلة عد الأصوات والاتفاق على رؤية جديدة لإدارة البلد في المرحلة المقبلة. نعم. هذا مدى يتفاوض عليه، تتفاوض عليه القوى السياسية، وهذا هو جوهر الخلاف حتى نكون أكثر وضوحا. نعم. جوهر الخلاف بين الفائزين اللي متفقين على إدارة الدولة بشكل جديد في المرحلة المقبلة، بأن يكونوا سنة وشيعة وكرد وآخرين، وبين المصرين من الصقور إذا صحت التسمية. نعم. على أن تعاد عملية المحاصصة أو عملية التوافق في عملية تشكيل الحكومة وإدارة الدولة. هذا هو الاختلاف. لذلك ما قيل قبل تصديق المحكمة الاتحادية يختلف عن مجريات الأمور اليوم بالمباحثات. وأقول لك التقارب بدأ واضح، واضح المعالم. نعم. ما بين الديمقراط الكردستاني، ما بين تقدم، ما بين التيار الصدري. فإذا أكو تغيير ومتغير في العملية السياسية في كيفية تشكيل الحكومة المقبلة، نتمناه، هذا الطموح، نتمناه أن يكون قوي، لكن بالمعطيات هو سيكون موجود، على أقل تقدير سيكون حالة انتقال إلى مرحلة جديدة. أنا أشكرك.